بدي أقوله أنه نحن دايماً نسائتنا بسوريا وبالشعب السوري وبالخيال السوري نسائتنا كتير كبيرة. هيدي سوريا اللي شايفينه اليوم، هيدي سوريا، سوريا العصية عن الانكسار، سوريا الرائعة بشعبها وبفرحها، سوريا الفرح، سوريا السعادة، سوريا العطاء. هيدي سوريا الجمهور الطيب اللي موجود بشكل كتير كبير وبعدد كتير كبير باستقبالكم الرائع، هيدا اللي تعودنا عليه وهيدا اللي طول عمرنا عايشينه. أنا سعيدة إني أشوف العالم كلها مبسوطة وجاية. هي سوريا اللي بتحب البسط، بتحب تعيش، ما بتحب الحروب ولا بتحب الأعداء ولا بتحب أي شيء بشعب الدنيا. نحن بهدول السبع سنين ما بتذكر إنه في سنة ما كان في خيام رمضانية وكنا نشارك فيها وكانوا يستضيفونا، وكنا على ما بدي اقول لك انه كنا عايشين بسعاده مطلقه. اكيد يعني في بنهاية ظروف حرب الكل عم بيعاني منها، كل الموجودين بسوريا عم بيعانوا منها. الامور انا برايي رايحه نحو الافضل، كل سنه وانتم سالمين وسوريا دائما بخير. رمضان عن جد هالسنه مختلف، ان كان لحنا نفسيا ولا اجتماعيا ولا حياتيا، يعني مختلف. الحمد لله الناس بالشوارع بالمطاعم، الناس اشتاقت انها تفرح، الناس اشتاقت انها تلتم لمة رمضان. عن جد احنا اشتقنا لهي الاعداد الحلوه. ان شاء الله كل سنه هيك بيكون رمضان فيه امن وامان والعالم مرتاحه نفسيا ومبسوطه، ويضل هيك الحمد لله الوضع يكون بالف خير يا رب. والاجواء كثير حلوه، ويلي برا يرجعوا يشوفونا مبسوطين ان كان بالسحور ولا بالفطور. نشاطاتنا كتير كبيرة ونشاطاتنا كتير تطورت. هون الفنانين عم يتواجدوا معنا، هنا فنانين عرب ولبنانيين، واليوم احنا كنا كتير مبسوطين باستقبال نجم علاء زلزلي بعد فترة طويلة من غيابه عن سوريا.